بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الطلبة، اليوم محاضرتنا إن شاء الله هو تكملة لمحاضرات اللي خذيناها الأولى والثانية والثالثة في بعض الجروبات، وصلنا لمرحلة العفو المحاضرة الثالثة. اليوم محاضرتنا بخصوص إنشاء طبقات الشيب فايل أو إنشاء الطبقات الرقمية وتكوين خرائط رقمية. شنو المقصود عندي بالطبقات أو طبقات أو الشيب فايل؟ على سبيل المثال، هذه الصورة اللي احنا درسنا عنها اللي شفناها لحظة نجي هنا زوم تو لير. هذه الصورة الموضحة حاليا عبارة عن صورة عادية لخارطة، صورة عادية لخارطة. بداية الدرس تم تعديل هذه الصورة أو تصحيحها هندسيا من خلال عملية الجيو ريفرنسينج، اللي هذه موضحناها بالتفصيل شلون جرينا عملية التصحيح الهندسي. هسه لحد الآن بعد ما تمت عملية التصحيح الهندسي وحفظناها، تعتبر حاليا صورة لخارطة وليس خارطة رقمية. زين، شنو المقصود بالخارطة الرقمية؟ الخارطة الرقمية على سبيل المثال هذا اللي موضح أمامكم، لحظة، هذه اللي موضح أمامكم حاليا الطبقات. طبقة نرجع للمثالنا سابق، لحظة نعطي زوم تو لير. الطبقة أو شيب فايل هو ملف رقمي يتم من خلاله خزن المعالم أو الظواهر الطبيعية بشكل ملفات رقمية. يعني مثلا نسوي هنا، راح نعمل ملف للأنهار، هذه الأنهار موجودة بالصورة، طبقة للأنهار، الأنهار وتفرعاتها، طبقة ثانية أخرى المن للشوارع، الطرق المقصود بها الطرق وأيضا الطرق الرئيسية والفرعية، الطبقة الأخرى أو الثانية هي لي البلوكات السكنية أو المناطق السكنية. يعني مثلا هسه هذه عندنا هنا، إن هذه بلوكات سكنية، أو الطبقة الأخرى للمباني، للمباني، الطبقة الأخرى للمباني أيضا. إذا صارت عندي مجموعة من الطبقات، هذه تكون لنا الملف الرقمي. شلون أكونه؟ شلون أكونه؟ راح ننشئ شيف فايل، ومن خلال الشيف فايل نخلي هذه الصورة الموضحة أمامنا، أو نرسم نكمل الأنهار والطرق الرئيسية والفرعية. نأخذ مثال بسيط. حاليا عندنا هنا، إذا نقرأ نقول هنا المناطق الطبيعية الناتشرال اللي هو هذه، لاحظ المناطق الطبيعية، هذه طبقة المناطق الطبيعية في عموم العراق، هذا خارطة العراق ضعوا، هذه الطبقة هو توضح لنا المناطق الطبيعية في العراق. زين، أيضا هنا تقسيمات المناطق الطبيعية، هنا أيضا هذه طبقة تعتبر مناطق طبيعية. الطبقة الثانية اللي هي المن للطرق المائية، للطرق المائية أيضا هسه حاليا نخلي نضيفها. نلاحظ أن الطرق المائية تتوزع هنا، الخزانات المائية الووتر، هنا الخزانات المائية والمسطحات المائية غيرها.
أيضا land use استعمال أراضي، طبقة لاستعمال أراضي أيضا نضيفها. نلاحظ شوف الشكل شلون راح يجي يتغير. وطبقة للبيلدينجز اللي هي المباني نضيفها، ونلاحظ الخارطة شلون تكونت عندي. هذه يسمونها الخارطة الرقمية. حاليا الخارطة الرقمية نجي نكبر شوية. هذه مثلا على سبيل المثال انا انه اريد ادرس فقط على دراسة الطرق المائية او الانهار او ما يسمونه بالووتر ويز اللي هي الطرق المائية، احذف جميع الطبقات، تبقى عندي فقط الطرق المائية. لاحظوا هذه الطرق المائية. اذا كل طبقة من هذه الطرق ما ترسم الا بنوع شيب فايل او يسمونه الطبقة الشيب فايل. شلون محاضرتنا ان شاء الله بهذه محاضرتنا راح نتعلم كيفية انشاء الشيب فايل وتطبيق المثال الاتي، ونسوي لنا خارطة رقمية مشابهة او مقاربة لهذه الخارطة من خارطة البصرة المثال اللي احنا خذيناه. هذا زون لاير، هذا زون لاير. خلينا نبدأ اول خطوة اللي احنا قلنا عليها ولازم في بداية أول محاضرة، إنه قلنا هذا لازم إنه نستعمل برنامج الأرك ماب، والثانية هي هو الثاني البرنامج الثاني هو الأرك كتالوج. بس حاليا راح نستعمل برنامج الأرك كتالوج. أرك كتالوج من خلال هذا ال حاليا احنا راح نفتح برنامج الارك كتالوج. ارك كتالوج اللي هو الى طريقتين للفتح، يا يعني اما من داخل برنامج، يا يعني اما من داخل برنامج الارك ماب اللي نذهب الى ايقونة ارك كتالوج هذا نلاحظها ونضغط كليك عليها نختارها. بعد ما نختارها راح يظهر الارك كتالوج بجانب الايمن للشاشة، او جانب العفو الجانب الايسر للشاشة او غيره. هلاحظ هذه طريقة. الطريقة الثانية اللي هي يفضل ان كمبتدئين نجي الى السيرش. هذا السيرش، من السيرش نكتب ارك كتالوج نكمله ويظهر عندنا ارك كتالوج ونختاره، فراح ينفتح عندي الارك كتالوج بهذا الشكل. حاليا نوضح اهم تقسيمات الارك كتالوج، ايضا شريط ادوات الارك كتالوج، ويضم واجهتين اللي هو كتالوج تري وداتا فيو، او شاشة الداتا فيو هذه المقصود بها. شريط الادوات ايضا يضم العديد من الاوامر والادوات الاساسية. اما الارك كتالوج العفو الكتالوج تري او تري هذا المقصود به مشابه الى تيبل اوف كونتينتس، يعني يضم اسم الملفات كاملة، اسم الملف كاملة الملفات الرئيسية. بينما الشاشة هنا داتا فيو او داتا شو داتا فيو هي عبارة عن عرض للمجلدات اللي اختارها من كتالوج تري. يعني مثلا حاليا انا اختاريت السي يوزر اتش بي اسم الحاسبة، يعني السي ملف السي اليوزر، يعني محافظة اليوزر المستخدم او بالحاسبة اتش بي والديسكتوب مثلا. حاليا هنا ظهر لي شنو الموجود لي
على الديسكتوب من ملفات. الداتا فيو هذه المساحة تقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية. هنا الكونتكست اللي هو الكونتكست يعني المحتويات، هذه هنا أحد المحتويات، والبريفيو. البريفيو هي لعرض مثلا عندك ملف، حاليا ناخذ الصورة على سبيل المثال، على سبيل المثال نختار هذا ونعطيه ريفيو من هذا الملف، ونختار البصرة ونعطيه بريفيو. لاحظ ظهر لي المحتوى لداخل الملف أو داخل الحافظة نفسها. الديسكريبشن هو وصف أو ملخص كامل للصورة والمعلومات اللي يمكن من خلالها، مو شرط أن صورة، أي ملف نقدر أنا نستخدمه، أنا أي ملف ينطيك عليه وصف كامل، ومن خلال الديسكريبشن نقدر نطبعها ونعدل عليها أو غيره، نسوي له ريبورت تقرير أو نسوي ريبورت. الارك كتالوج بصورة عامة يستعمل لإدارة الملفات، يعني ملفات الحاسبة راح كلها تصير على الجهة اليسار، ونقدر نستعملها وننشئ من خلالها طبقات، ونقدر ننشئ من خلالها الطبقات ونؤدي كافة العمليات من نقل وحذف وإدارة جميع ملفات الحاسبة من خلال هذا البرنامج. حاليا نذهب إلى الملف اللي عندنا، هذا الملف اللي سميناه MSB، اللي هو يضم الخارطة البصرة اللي صححناها هندسيا وحفظناها بهذا الفولدر اللي هو MSB. يكون اسم الملف، يجب أن يكون اسم ملف باللغة الإنجليزية، وكل العمل اللي راح اشتغله وإنشاء طبقات الشيف فايل يكون بالملف نفسه، يعني أنا ما أصحح هندسيا وأحفظ بملف بحافظة وبعدين أسوي حافظة ثانية وأيضا أحفظ بها الشيف فايل، فهنا راح يصير عندي خلل، لازم يكون بحافظة واحدة اللي هي اسم المشروع، هذا راح يصير عندنا، أو يعني حافظة المشروع، العفو حافظة المشروع. نرجع للآر كتالوج، نبحث على هذه الحافظة نلاقيها هنا، لاحظ هنا مكتوب من عدة اختيارات، راح يظهر لي الآر كتالوج بهذا الشكل. أول ما نفتح الآر كتالوج بهذا الشكل، فولدر هذا نختار إنه اللي هي فولدر كونكشنز، فولدر كونكشن هنا تول بوكس اللي هو هذا خاصه بالادوات، وهذا اللي يعتبر الكل تعتبر من ادوات خاصه لبرنامج الار جي اي اس او برنامج الجي اي اس بصوره عامه، والار كتالوج. احنا حاليا احنا نريد ندير ملفات الحاسبه، فنختار فولدر كونكشنز. بعد ما نختار فولدر كونكشنز نضغط على هذا الزائد، انفتح تعدي جميع ملفات الحاسبة. الملف اللي احفظنا به الصورة المصححة شنو اسمه؟ اسمه قلنا MSB. وين المسار مالته؟ بالسي، باليوزر، HB، والديسكتوب، و MSB. هذا لاحظ هنا ظهر عندي اسم صورة محافظة البصرة المصححة. نفتح هذا اوكي. حاليا نجي للفري بورد، اي مساحه خاليه نضغط كليك ايمن ظهرت لي هذه القائمه. من خلال هذه القائمه نذهب الى نيو، هذا
نيو، ومن النيو نقدر ننشأ ملف أو ننشأ حافظة جديدة هي فولدر، أو ننشأ ملف وقاعدة بيانات إلى آخره. فإحنا اليوم شغلنا وعملنا على تكوين الشيب فايل. نختار من النيو شيب فايل، من النيو نختار شيب فايل. أوكي، ظهرت لي هذا اسم الشيب فايل. خلنا نرجع شوية لبرنامج الارك كتالوج وصورتنا بالمثال. هذه حالي، هذه الصورة، هذه الصورة شو تضم؟ تضم عندي ثلاثة أنواع من الطبقات الرئيسية. شنو ثلاثة أنواع؟ يعني المعالم الموجودة بهذه الصورة نقدر نمثلها بثلاث طبقات رئيسية، اللي هو يا إما نمثلها على شكل بولي لاين، يعني بولي لاين مقصود بها خطوط، وهذه نمثل بها الأنهار، هذه الأنهار نمثلهن بطبقة البولي لاين على شكل خطوط، أو بوليجون، البوليجون المباني السكنية، هذه المباني السكنية تمثل بمضلعات، باعوا هذه المضلعات، باعوا هالمضلعات نمثلها، نختار لها نوع الشفاي للطبقة بوليجون. زين، أما المباني، هذه المباني، لحظة، هذه المباني أو جوامع أو غيرها، محلات سكنية، هوسبيتال هنا، مستشفيات، نمثلها بنقاط البوينت. إذن عرفنا أنه تمثيل أي خارطة يكون على ثلاث طبقات رئيسية، يعني يجب أن أما أنه خطوط ونمثلها بالبولي لاين، أو مضلعات ونمثلها بالبوليجون، أو نقاط ونمثلها بالبوينت. يعني نرجع للملف أو الارك كتالوج، نختار هنا الشيب فايل، النيم شيب فايل. حاليا بهذا المثال اللي عندنا، فنريد مثلا نمثل الأنهار، نريد نسوي لنا طبقة أو شيب فايل للأنهار، أريد أرسم هذه الأنهار. هنا اسم الملف نكتب water، ويجب ملاحظة أنه لا يقبل الآر كتالوج المسافة بين الاسم إلا بأندرسكور، يعني هذا أندرسكور، نقدر فقط هذه العلامة الأندرسكور نقدر نكتب. هنا نكتب water على سبيل المثال تمثيل للمياه، أو river نكتبه، حاليا نكتبه water، أي شيء بماء نقدر نستعمل النوع feature type. الفيتشر تايب النوع مالتها شو يصير؟ يعني الأنهار، هل هي هذه الأنهار الموجودة هنا، هل هي مضلعات أو نقاط أو خطوط؟ إذا الأنهار تمثل بالخطوط، إذا شنو نختار لها؟ نجي هنا على نوع الملف، نوع الفيتشر تايب أو الظاهرة أو شيب فايل، هل هو نقاط؟ يعني النقاط point هي تمثل لنا المباني وإلى آخره، يعني المباني، مستشفيات، مناطق سكنية كبيوت ومساجد إلى آخره. polygon مضلعات، بلوكات سكنية، يعني قطاع كامل أو محلة كاملة أو بركة مالت مياه أو حوض مياه، فنقدر نستخدم له polygon. والعفو بولي لاين هي للأنهار، للأنهار والشوارع والطرق، أما البوليجون للمضلعات، بلوكات سكنية والآخرة. هنا نختار بولي لاين. أوكي، بعد الخطوة الثالثة، بس الخطوة الأولى هو اختيار اسم
الشيب فايل. الخطوة الثانية هو فيتشر تايب، نوع الملف اللي راح ارسمه انا، راح ارسم انهار ناخذ انه بول لاين. الخطوة الثالثة هو يجب تعريف نظام الاحداثيات، الكوردينيت سيستم. هنا مكتوب عندي الناون كوردينيت سيستم، نجي هنا اديت، من اديت ظهرت ان هذه النافذة اللي معروفة عندنا مكتوبة هنا جيوغرافي كوردينيت سيستم والبروجكتد كوردينيت سيستم. احنا نحب على اي نظام نشتغل فنختار النظام اللي يعجبنا من خلال هذا. حاليا احنا ما راح نبتعد كثيرا عن المثال اللي خذيناه، موجودة شنو عندي، لان قلنا يابا نظامه عالمي، اذا جيوغرافي كوردينيت سيستم، اذا جيوغرافي كوردينيت سيستم، هذا جيوغرافي كوردينيت سيستم، منها جيوغرافي كوردينيت سيستم نختار وورلد مثل ما تعلمنا شلون نضبط احداثيات الارك ماب، وندخل الاحداثيات له. بعدين نختار المرجع الجيوديسي هو WGS 84 1984، بعدين نطي اوكي. خلال اوكي ثم اوكي، حاليا عرفنا الاسم، كتبنا الاسم، نوع الفيتشر تايب اللي هو نوع الشغل راح يشتغل عليه، ونظام الاحداثيات عرفنا. اخر خطوة نضغط اوكي بشكل طبيعي. حاليا صارت عندي ووتر شيب فايل مكتوب عندي، تم انشاء هذا الشيب فايل. طريقة كلش بسيطة وسهلة. ايضا بعد نرجع صورتنا، قلنا بعد شنو عندي، عندي بلوكات سكنية، هذه قطاعات، هذه القطاعات مربعات الشكل باعه وأشكال هندسية، يعني مظلع مربع هذا. فهالبلوكات السكنية مثل ما تعلمنا نفس الطريقة، نجي نسوي لها أيضا طبقة. كليك أيمن نيو، ومن نيو اللي هو نيو شيب فايل، ونختار شيب فايل، نيو شيب فايل، نفس الطريقة هي بيلدينج، مختصر البيلدينج راح نخلي بي لسهولة ويصير عندي الاسم أقل. من تايب فيتشر نختار بوليجون، هذا البوليجون، وأيضا نفس الطريقة نعرف الإحداثيات أيضا من جيوغرافيك كوردينيت سيستم، ثم وورلد، ومن وورلد نختار عندنا WGS 84 ونضغط أوكي. هسه صارت عندي، لاحظوا هنا، هنا اسم الملف، حاليا اسم الملف هذا اسم الملف، النوع باعوا النوع حتى ما تشتبه انت وتقول انه هذا تغلط فيعطيك نوع الملف مالتك. حاليا هنا ووتر، الووتر احنا قلنا شيب فايل نوعه. هنا الصورة الراستر، نعطيك اياها راستر، اذا نوع الملف اوكي. زين نرجع مثالنا الثاني، قلنا البيوت، هذه البيوت والهوسبيتال والمستشفيات، لازم نختار لهن، نسوي لهن طبقة او ننشأ لهن طبقة عبارة عن نقاط. نفس الطريقة نرجع الى نيو، ومن نيو العفو العفو نا هذه نحذف اي ملف بالطبيعي الى نيو، ومن نيو نختار شيف فايل، ومن الشيف فايل مثلا نختار اتش اختصار لكلمة هوسبيتال. هوسبيتال النوع مالت الفيتشر اللي هي بوينت، بوينت لان راح مثلا بالنقاط. ادت
اديت اللي هو راح يصير عندي جيوغرافيك كوردينيت سيستم، وثم نفس الطريقه ايضا وورلد و دبليو جي اس 84 وننطر اوكي. حاليا صارت عندي ثلاث انواع للطبقات، ونلاحظ هنا على الشكل نلاحظ على الشكل هذا اللي هنا، شوفوا الشفايل بوليجون مضلعات، راسم لي هنا مضلعات، وهنا اذا نقاط فهو راسم لي نقاط، وهنا اذا خطوط عندي راسم لي هذه العلامة مالت الخطوط. لحد الان هنا انتهى اسم او العمل ببرنامج الارك كتالوج مبدئيا. اما اذا اريد ان احذف فمجرد انه اضغط على اسم الملف وكليك ايمن وتظهر لنا ديليت، ونمسح من الديليت نختار له اوكي، او ننسخ نقدر نديره ننسخه ننقله لاي حافظه او ننشئ لنا طبقه والى اخره. حاليا انتهينا من الارك كتالوج، نجي نفتح حافظتنا اللي MSB بالديسكتوب ونشوف شنو صار بيه، شنو اللي توفر عندي. لحظة حاليا هذه نشأ عندي ملفات هوسبيتال، هذه ملف اللي ملفات الشيف فايل، وهنا ملفات للووتر او هذه للووتر ووتر، وهذه لل وهذه ايضا للبيلدينج او البلوكات السكنية المضلعات. هسه احنا بهذه الحالة نرجع الى الارك كتالوج، راح نحذف المثال مالتنا عن طريق ضغط كليك اي ام ان وثم ريموف، نقرة بسيطة ثم كليك اي ام ان وريموف ريموف وهكذا ريموف. بقت عندي فقط محافظة البصرة، هذه الخارطة الشائعة اللي اشتغلنا عليها. اهم خطوة لأهم خطوة أنه صارت إن شاء الله، أهم خطوة اللي إحنا درسناها أنه تعلمنا شلون ننشأ الشير فايل اللي هذا الملفات الموجودة هنا. هذا المثال مثال بسيط، أتمنى من الطلاب إن شاء الله أنه يطبقون هذا المثال وينشؤون يعملون يعني تصحيح هندسي لهذه الخارطة، ثم ينشؤون الطبقات الشيف فايل. لحد الآن انتهت إن شاء الله محاضرتنا عن كيفية إنشاء الطبقات أو إنشاء الشيف فايل. إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح نتعلم كيفية الرسم داخل الشيب فايل او رسم هذه الخطوط، هذه الانهار وهذه الشوارع والبلوكات السكنية والهوسبيتال والمباني داخل الشيب فايل التي تم انشائها، اللي هذه عندي مثل الووتر وغيره الهوسبيتال والبيلدينج وغيره. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نلتقي بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.